السيدة أم محمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثلا وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة وبصحة وبسلام وبعافية. الله يخليك. أنا عندي مشكلة كبيرة. إن شاء الله ما فيش مشاكل كبيرة على ربنا الكبير سبحانه وتعالى. قوليلي يا ستي. كان عندنا بيت والنطرة بهدلته خالص ونقلنا بيت تاني احنا بنيه. طيب. ومن ساعة ما جيتنا هوت وكل باصص والراجل عيجي والعيال ربنا يعلم بيهم يهديهم ويصلح حالهم والنبي تدعي له وتقول لي اعمل ايه. هقول لك يا ستي. وتدعي العيال الله يبارك. حاضر احنا بس كل الحكاية بس ان انا عايزك بس كل يوم كل يوم كل يوم تقرأي الفاتحة 7 مرات وتدعي بان ربنا سبحانه وتعالى ينظر اليكم بنظره الحفيظ وتقولي يا حفيظ 150 مرة ولو عملتي ده بعد كل صلاة ان شاء الله ربنا يكرمك. اما مسألة ده ما تشيليش بقى في دماغك لحد بصص لكم ولا حد ناظر لكم ولا اي حاجة. اعملي الكلام دوت وان شاء الله قبل ما تنامي اقرأي المعوذتين وقرأي قل هو الله احد 3 مرات وما فيش اي شيء ان شاء الله يكون حاصل وان شاء الله ربنا يحفظكم ويبعد عنكم الشر ويجعلكم في خير ويجعلكم في محل نظر ويجعلكم في محل حفظ ولا يجري عليكم الا كل خير ويجعلكم من اهل سعه الارزاق ويجعلكم من اهل الفضل والنعمه والبركه في هذا الشهر المبارك وفي غيره ان شاء الله ويكون لكم هذا ولكل المشاهدين ان شاء الله.